السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير يا ربي. ولقاكم الفيديو ديالي ناشطين ماشطين، اموركم كلها عالي العال. البنات، اول حاجه كنبغي نقولها دائما كنقول لكم شكرا شكرا شكرا، واخا نعيا نشكر ما غاديش نمو فيكم حقكم اكيد. فشكرا على المسانده ديالكم، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا على اي واحد خدا واحد لوقيت او شاف ليا الفيديوهات ديالي فكنقول ليه شكرا 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 بزاف. مهم كما كنقول لكم، اللي مازال ما اشتركتش تهبط تضغط على زر ديال الاشتراك وتفعل الجرس هكا باش توصل دائما بالجديد ديال الفيديوهات ديالنا. فكما كتعرفوا القناه ديالنا متنوعه الحمد لله، يعني فيها فيديوهات مختلفه ومتنوعه. فنتمنى يا ربي يا ربي نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، ويكونوا الفيديوهات ديالي اكيد كينالوا اعجابكم وكتستافدوا منهم. فاليوم البنات غادي نصيب معكم طبق ديال التقليه او الكرشه كما كنقولوا ليها. فنتمنى يا ربي ينال اعجابكم هذا الفيديو، فغندوزوا مباشره باش غادي نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي البسيطه. فنتمنى يا ربي تنال اعجابكم. غادي ندوزوا دابا على بركه الله. السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، ويلقاكم الفيديو ديالي 5 5. اليوم البنات غادي نحضر معكم التقليه او الدواره او الكرشه، كل واحد كيفاش كيسميها. فانا خديت هذيك الكرشه غسلتها مزيان بالماء طيب، كلكم كتعرفوا الطريقه ديال الغسيل، وقطعتها طريفات صغيره مع شويه ديال الريه وشويه ديال الحمر الراس. دابا غادي ندوز هكا انا كندير المقادير ونقول لكم اشنو غادي ندير فيها لطريقتي. فتبارك الله وصلى على النبي عليكم، راه كاملين كتعرفوا صايبوا التقليه، فقط كنبغيو نشاركوا معكم كما كنقول لكم الطريقه ديالنا وصافي. وهذا مكان، فانا غادي ناخذ واحد البصيله صغيره وغادي نقطعها هكا صغيور. كاين اللي كيحكها حتى محكوكه كتجي زوينه، وكاين اللي ما تيديرهاش كاع. الطرق كتختلف كل واحد والطريقه ديالو. فانا غادي قطعتها هكا طريفات صغيورين، غادي ندوز باش غادي نجيب واحد المعيلقه، غادي ندير واحد شويه ديال سكنجبير، واحد المعلقه ما عامراش صغيره اكيد، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره عامره ديال التحميره. فتقليه كتبغي هاد شويه ديال التحميره او البابريكا، الفلفل الاحمر كل واحد وكيفاش كيسميه، معلقه صغيره ديال الابزار ما عامراش، شويه ديال الخرقوم عرق، صافي. وغادي ندوز ناخذ واحد شويه ديال الكمون، يعني واحد المعلقه صغيره حتى هي ديال الكمون، فكيجي ما فيها زوين هاد التقليه هكا الكمون. وانا كندير الملون اللي ما بغاش زعما ما يديروش، انا كنبغي شويه ديال اللون صافي. وغندير واحد جوج ضويمات ديال الزعفران، حتى هما دوك الضويمات ديال الزعفران تما كيعطي واحد اللذه زوينه لهاد التقليه صافي. غنمسح يديا وندير مليحه مليحه غير شويه، لان ديك الضويمات تيكونوا مالحين حتى من بعد، وعاد غادي نشوف الا خصاتني الملحه ونزيد. غادي ندير غير شويه ديال الملح والقزبر والمعدنوس، انا مقطعه صغيره، انا واخا هكاك ما كانش عندي كثير، يعني هذاك الشيء اللي عندي درته، يعني كتبغي شويه القزبر والمعدنوس، واحد ثلاثه الرويصات ديال الثومه صغار ولا اربعه كبار غادي نحكم هكا صافي. وغادي نشعل عليها تشحر شويه صافي، ونخليها تشحر شويه، وعاد ندوز نكمل معكم الباقي ديال المراحل ديال التقليه. فهي ساهله، انا راه ما كنبقاش نكثر عليها بزاف صافي هكا دغيا دغيا. وصراحه راه كتجي لذيذه البنات بهذه الطريقه ديالي، وشويه ديال الزيت البلديه، اللي بغى يدير الزيت البلديه والزيت الروميه يديرهم. فالتقليه كلكم كتعرفوها كتكون ميد، يعني ما تكثروش فيها الزيت بزاف، يعني ديجا كتكون ميدمه.
صافي غندوز دابا انا غادي ناخذ هكا واحد الميطيشه صغيره وغادي نحكها، يعني مطيشه صغيره او جوج ميطيشه، مطيشه كبيره او جوج ميطيشات صغار عفوا. صافي غادي نحكها هكا باش مني غادي تشحر ليا شويه التقليه ديالي، غادي غير تشحر واحد شويه وغادي نضيف ليها هاد الميطيشه هادي. صافي غادي نحكها هكا ونتسنى على ما تشحر ليا ونضيفها. صافي دابا من بعد ما تشحرات ليا واحد شويه، يعني غير واحد شويه، صافي غادي ندوز دابا باش نضيف ليها ديك الميطيشه. غادي نضيف ديك الميطيشه اللي حكيت، نحرك واحد شويه باش تنزل لي هذا المطيشه هكا لتحت. صافي غندوز دابا باش غادي نحرك دابا شويه وغادي ندوز باش نقلب على واحد شويه ديال مركز الطماطم، يعني مطيشه الحك كما كنقولوا ليهم. نسيتها ما ذكرتهاش لكم في المقادير، فضروري ديروا واحد شويه ديال مركز ديال الطماطم. فانا عندي واحد شويه في المجمد غادي نجبدو، راكم عارفين قاصح. صافي غادي نجبد هكا داك الطريف ديال مركز الطماطم وغادي نضيفو هذا، غادي نخليها تشحر واحد شويه التقليه وغادي نبلل ندير البلول الماء اللي غادي يكفيني. صافي وغادي نسد عليها ونخليها على عافيه مهيله. صافي دابا من بعد ما طابت فغادي ندوزو نشوفو التقليه ديالنا كيفاش جات. جات طايبه صراحه، لذيذه كتبان ومعلكه. فغادي ندوزو ناخدو صحن التقديم اللي غادي نحطو فيه وغادي ندوز هكا نحط التقليه ديالي. صراحه البنات كتجي زوينه التقليه، الناس العشاق التقليه او عشاق الكرشه كما كنقولوا ليها. صافي غادي نحطها هكا في الطبق ديال التقديم وغادي ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى من الله يعجبكم. وكان هذا هو الشكل ديال التقليه ديالنا كما كتشوفوا، كما كيبان لكم يعني كتبان لذيذه ومعلكه. فكنتمنى من الله ونكون دائما كنفيدكم ونكون خفيفه على قلبكم. ودائما البنات كنقول لكم يعني تساندونا وتبقاو معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تكبر لينا ان شاء الله القناه. ودائما البنات هكا ديروا لينا لي لايك وتدعمونا ان شاء الله باش نواصلوا المسيره ديالنا بحول الله وتكبر لينا القناه، واكيد غادي تكبر لينا ان شاء الله بكم وبحول الله. فكنقول لكم بسلامه عليكم، ما تنسوناش من لي لايك لي لايك البنات، لي لايك لي لايك، كثروا لنا من لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وبسلامه عليكم مع فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.